الإنسان المهاجر في الغربة غالبا ما كيطرح على نفسه عدة أسئلات. واش أنا الحالة اللي أنا عايش فيها هي كتعد من جملة إرادة الله سبحانه وتعالى؟ واش الله سبحانه وتعالى مكتب عليا مثلا الغربة، نخرج من الوطن ديالي ونهاجر احبابي واصدقائي ونجي لواحد البلاد اللي ما كنعرف عليها والو حتى شي حاجه؟ واش الله هو اللي خطط لي هاد الفكره ديال انني نهجر بلادي بسبب قله الماده والامكانيات اللي كنت نحلم بها؟ يعني المهاجر في حد ذاته كيعيش الاوقات ديالو كله غير في التساؤلات والتفكير، خصوصا ملي كيكون طايح في واحد العمل ما راضيش به. شحال من واحد خدام هنا في واحد في شي عمل او شي شغل ما باغيش، ما كانش يفكر كاع فيه نهائيا يعني يتعطلو، ولكن بسبب الظروف اللي دفعاتو بسبب الاحتياج ديالو انه ما صار شي حل اخر الا طريقه وحده اللي باش يعيش بها ويستمر فيها بهذه الغربه ديالو، باش يصارع الفقر وباش يحارب الجوع والعطش. فما كان عليه الا يتقبل هذاك العمل اللي انا هو مستعد يتقبل اي عمل جا قدامه في النهار الاول. ما كيبقاش عنده اختيار انه يتسنى حتى يجي شي عمل احسن وافضل ويكون راضي عليه وباغيه ومستعد له وكيعرفو يقدر يخدم فيه، لكن بسبب الاحتياج ديالو فما تبقاش عنده الحق في الاختيار، خصوصا انه كيعرف راسو انه بعيد عن الوطن ديالو، وكيعرف بان سبب الخروج ديالو من الوطن ديالو هو الفقر وعدم تحقيق الاشياء اللي كيحلم بها وكيبغيها. هو تيجي لينا هجرة والفكر ديالو يعني عامرة غير بهاد الاهداف، بحال السقاطة حنا تنقولو اشياء ما كناش كنقدروا نحققوها في بلادنا. ملي كنجيو هنا كنحلوا عينينا، كتدخل لنا شويه ديال الماده، كنحسبوا راسنا باننا وصلنا للهدف ديالنا. هو راه ماشي هو هدف، ماشي هدف حقيقي. فقد خرجتي من واحد من المشكله وطحتي في مشكله اخرى، وهذا هو المشكل اللي كنخلقوه لنفسنا. اننا كنخرج من واحد المشكله وكنطيح راسنا في مشكله اخرى وكنقولوا صافي راه حنا وجدنا الحل، ولكني الا جيت معان ان ذاك المشكل الثاني اللي طحتي فيه يقدر يكون كاع اكثر من المشكل الاول، وهذا هو الخطر اللي كنطيحوا فيه جميعا. اننا كنقولوا في بلادنا حنا ما كايناش الحريه باش نعبروا باش نفكروا، ولكن ملي كتخرج وكتمشي شي بلاصه اخرى يعني شي بلاد الهجره كتلقى فيها حريه، ولكن ما كتلقاش ديال الحريه ديال الاختيار. كيقول لك هادشي اللي كاين بغيتي ما بغيتيش الله يهنيك، هذا هو العمل اللي عندي وهذا هو الشغل اللي نقدر نعطيك، بغيتي ولا ما بغيتيش شغلك هذاك. ما كيبقاش عندك حريه الاختيار، انت هربتي من بلادك بسبب الحريه بسبب عدم الحريه، وانت جيتي لهذه الارض وطحتي في حريه من نوع اخر ديال عدم الاختيار. ما كاينش اختيار، ما تقدرش تختار الحياه اللي انت بغيتي واللي كتناسبك، كتناسب الافكار ديالك، كتناسب السيره ديالك، المنهج ديالك، حتى في اللغه ديالك كتبدل، كلشي كيتبدل، كلشي كيتغير، كلشي كتفقدو مقابل باش تنال داك الغرض ديالك وتحقق الهدف ديالك.
في الوقت اللي كيكونوا الناس كيتصارعوا تيتهايجوا يعني كيتقاتلوا باش يخرجوا، وهما في ديك الحاله راه ما فاهمينش شنو كينتظرهم. كيجي وقت مثلا التسجيل ديال الجني ديال الفريز هنا في اسبانيا، كون كيتصارع جري الى نحقهم، لان فعلا هذيك الفرصه تعطات لهم. ولكن راه ما كيفهموش شنو هي المشاكل اللي تقدر تصدر من وراءها من بعد وصول ديالو لهنايا. كيقرا لهاش الحساب، الغرض عنده هو يتزحم وياخذ لك انت البلاصه اللي فعلا انت تكون محتاج لها وقادر بها وتحملها كل ما فيها. الوقت كيتعرض عليك عقده ديال الشغل مثلا في الجني ديال الفريز، ما كتقراش انت حتى الكتابه ما كتقراش، تسنى غير يعطوك الموافقه يقبلوا لك الطلب ديالك. اما الاشياء اللي كتجي من بعد ما كيهمكش، ما عطيهاش القيمه نهائيا. يعني ما عندكش الوعي. وهنا هذه هي، هنا فاش خص تطلب اراده الله. لكن هادشي غادي ينفعني يا ربي في المستقبل، عاوني عليه باش نزيد لقدام. ولكن غيضرني يا ربي عكسو، دير اي وسيله باش ما نوصلوش. الا طلبتي اراده الله، هذه الحكمه اللي خاص يعني تعملها. انا كفيما بغيت تكون مقبل على واحد الحاجه غتعملها، تستشر مع الله وتقول له يا ربي الا كان هذا الامر هذا غادي يوفقني وغادي يغير الحياه ديالي وغادي يجيب لي اشياء ايجابيه في الحياه ديالي وداك الشيء اللي غادي يرضيك انت يا ربي، فسهل عليا الامور، وريني الطريقه، فتح لي البيبان، سهل عليا جميع يعني الوسائل باش نوصل لهذيك تحقيق هذه الفكره. اما ان كان غادي يوصلني شي حاله خايبه اللي هي ما ترضيكش انت يا ربي، واللي انت ما موافقش عليها، واللي هي ماشي اراده ديالك، فمنعني يا رب، منعني باي طريقه. ولا الله سبحانه وتعالى راه تدخل في الحياه ديالك، ولا سمحتي له انت يتدخل في الشؤون ديالك، فراه غادي تلقى المساعده مباشره. وعرف باي شيء، اي شيء حققتيه وتحقق لك في الحياه ديالك، عرفوا راه باراده الله، عرف راه ربي بغاك توصل لهذيك النقطه اللي لانها موافقه لاراده الله، ترضي اراده الله، ترضي المشيئه الله. طبعا عرفوا ان الله راضي على هذيك النتيجه، هي ملي كنوصلوا للهدف ديالنا وكنحققوه بطريقه سالمه ومعقوله، ما فيها لا تحرميات ولا غش ولا كذوب، ولا عرف بان هذيك راه اراده الله انها تحققت في الحياه ديالك. طبعا خصنا نكونوا دائما مواثقين امنين، ماشي احنا كنصلي وكنطلب الله وحنا كنشكو في الامر ديالو، ترى واش يقبل ولا ما يقبلش، يبغي ولا ما يبغي. انت ما عليك الا تطلب الله سبحانه وتعالى، وحاول تخدم شويه عقلك ان كان ممكن، تشوف داك الشيء اللي كتطلب واش فعلا صالح للحياه ديالك. طبعا بالنسبه لك انت كل شيء صالح، الحاجه اللي كترضي الشهوات ديالك يعني كتحس بها مزيان، فراه هذيك بالنسبه لك انت مزيان. ما يهمكش واش هاد الامور اللي كتطلب واش من بعد غادي تكون سبب تعاسة الناس اخرين، ولا غتخرج لك على العائله ديالك، ولا على شي اصدقاء اللي كتعاشر معاهم. هذيك الساعه ما كيهمكش انت، كيهمك ان فقط تكون هاد النتيجه صالحه لك انت لا غير. وهذه هي الانانيه، وهذه ما كيبغيهاش الله، ما كيتقبلهاش نهائيا. اي طلب فيه النوع من الانانيه ما كيبغيش الله. بغيت تطلب شي حاجه خصها تكون فيها مصلحه للجميع، ما يكونش فيها ولو حبه رمل ديال المشاكل للناس. اي حاجه كتعرض الناس للمشاكل وتطيحهم في الازمات، راك انت اللي مسؤول عليها امام الله، لانك يعني طلبتي الله باش يهزم هاد الناس.
وتنقد انت نفسك. اذا هنا قبل ما تشكو قبل ما تطلب فكر مزيان وعرف بان الله سبحانه وتعالى راه فوق هادشي كله باغي لك الخير لا غير، لانه ما وضعك في الدنيا الا باش تعيش عيشه كريمه عيشه طيبه مرضيه، وهذا هو اللي خصك تفهم انت. انا وجودك في الحياه ماشي هو وجود يعني باطل غير هكا، ربي تعالى راه قبل ما تزاد في هذه الدنيا هذه راه موجد لك الخير ديالك اللي غتعيش فيه. وان كان غالبا ما كيجيو ناس اخرين اللي حنا كنتكلموا عليهم دابا كيعرقلوا لك هذاك الرزق اللي كان في يديك انت ديالك اللي هو ديالك واللي هو اللي عطاه لك الله، وكيجيو شي ناس تيتعرضوا لهذاك الخير ديالك باش ياخذوه باش يزيدوه على الخيرات اللي عندهم هما. هذا هو سبب الفقر. الله ما خلقش الفقر في الحياه، عمرها عمر الدنيا كلها بالخيرات وبالارزاق وكل شيء، ولكن مع الاسف الشديد ما نساوش ان كاين واحد المجموعه من الناس اللي انانيه ما كتفكر في راسها كتعرض لهذه الامور. الله كيعطي واحد الامانه باش ينصف بها الناس وباش يعاون بها الناس ويوزعها ويوصلها بامانه للناس، فاذا به تحترض بها لنفسه هو باش يزيد يغني راسه وباش يزيد يعيش بخير وعلى خير. اما الله سبحانه وتعالى منذ البدء رزق الناس اي واحد زاد في الدنيا الا يتزاد بالرزق ديالو. هو اللي واقع هو ان كاين ناس طمع اعمالهم العينين ديالهم الابصار ديالهم ما تبقاو تيفكروا غير الا في الانفس ديالهم. على شحال واحد اصبح شحال من يتامى اصبحوا متشردين، الوالدين ديالهم خلاو لهم الارزاق ديالهم والخيرات ولكن استولوا عليها ناس دفعهم الغرور ودفعتهم الأنانية والكبرياء والطمع وحيدوا له ذاك الرزق ديالو اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحياة، الإنسان ما يفقدش الأمل في الله سبحانه وتعالى. ضروري الله باغي لك غير الخير، هذه خصك تعرفها، لأن الله سبحانه وتعالى من خلقك هو باغي لك المصلحة. باغي يشوف الناس عباد ديالو عايشين بخير وعلى خير، حاشا وانه خلقنا هنا باش يتمتع هو يعني بالمأساة ديالنا والأزمات ديالنا، وماشي بحالنا حنا البشر اللي قلوب ديالنا سوداء ما عمرها غير الحسد والحق والكراهية، كنبغيو غير الشر غير باش نعيش انا. الا كان هذاك الشر اللي فيك انت غادي انا غادي يربحني انايا، هذيك هي السعاده بالنسبه لي هو، ما تيهموش انه تمشي انت في الهلاك ولا في الهاويه ما عنده غرض. الشغل الوحيد ديالو هو انه ينقذ نفسه من هذيك الورطه اللي عايش فيها، ولو على حساب الضعفاء الفقراء المعوزين المتشردين ما يهموش. وعنده النتيجة ما صالحة حتى شي حاجة، ما عنده غرض، هو عنده غرض أنه يشوف راسه في القمة طالع ناجح، رغم أن هذاك النجاح ديالو جاء على حساب الناس البشر اللي مساكن لا داروا لا بيديهم ولا برجليهم، فقط خرجت فيهم هاد فرشوم هاد العود هذا
وغير لهم الحياة ديالهم الاتجاه ديالهم، وهذا الشيء ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو خلق فينا واحد النقطة ديال الرحمة، لأننا فتحوا عينينا وعطيها وعي، حنا نفتحوا عينينا الوقت اللي نبغوا نتصرفوا في واحد الحاجة، راه أي حاجة خصنا نديروها نفكروا واش هاد الأمر اللي حنا مقبلين عليه واش غادي يأذي الناس، ماشي غير تقول واش غيصلح لي أنا ولا ما يصلح ليش. ترى غيصلح لك 100%، ما فيها شك، لأن الفكر ديالك هو من المنطلق ديال الطموحات ديالك، أي حاجة كطمح لها كتفكر فيها أنا غادي تنجحك، غادي تنجحك وغادي تعاونك وغادي تخرج من المسائل. ولكن منين المشكل كيبقى في أنك كتفكرش واش هذا الحل هذا غادي يسبب في المشاكل للناس خويا، لأن هذاك الشيء عندك زايد ناقص، ما عندك غرض. المهم أنا نوصل، إيوا كنظن بأن الرسالة واضحة، مني وجبد أنا ما كان كنعنيش غير بالناس اللي كنخاطبهم، راه انطلاقا من النفس ديالي هاد الشيء راه اللي طحت فيه بزاف، هذا هو هادو هما المشاكل اللي تعرضنا لهم، وخصوصا في الغربة هاد الشيء اللي كتوحي لك. في الوقت اللي كتخيب الامل ديالك ما كتوصلش للامل اللي يعني الطموح اللي انت سعيتي من اجلها ملي خرجتي من بلادك وانت جاي لهذه الغربه، وكتشوف راسك بانك ما حققتيش داك الشيء، اللي بالعكس تحيدت منك حتى داك الشيء اللي كان عندك، حتى داك الخيرات اللي كان رزقك شويه واخا هي شويه حتى هي ضاعت. وهاد الخيرات اللي كنقصد بها هي داك الحنين للوطن واشتياق للعائله، تولي عندك صعوبه باش تمشي باش ترجع، كتبقى تولي تفكر غير كيفاش نجمع الفلوس باش نمشي للبلاد، وما تبقاش عندك شي فكر اخر يعني، اوكي ولي داك الشيء عندك ما كيهمكش الخساره اللي يمكن تطيح فيها شي ناس منها اللي هما معاك ويكونوا كاع عزيزين عليك واصدقاء ديالك كتضحي بهم، ما كيهمكش مقابل انك تجمع داك البركه باش تمشي بحال هكا للبلاد، لان كيجي واحد الوقت اللي كتعيا مهما انك كتقدم عروض مزيانه وكتصرف تصرف مزيان هنا، فكتبقى دائما انك انت مهاجر، كتحيدش من الاسم ديالك، داك اللقب ديالك فوق جميع الالقاب كيتحيدلكش، واخا كتولي لاباس واخا كيحن عليك الله واخا هذه، كتبقى دائما هذاك المهاجر. الناس اللي هنايا يسميوك مهاجر يعني ايميغرانتي، دير اللي درتي هو خاصه تبدل الجنس ديالك، تبدل اللغه ديالك، تبدل سميتو الجنسيه ديالك، اي حاجه تبدلها كتبقى الصوره ديالك هي هي انك مهاجر، وكأن المهاجر هي لعنه من عند الله، بحال ان غضب عليك الله وخرجك من بلادك و وخلاك وسمح فيك في الغربة. وكاين الناس اللي كيفكروا بأن الهجرة هي نعمة عاوتاني، يعني كل واحد وكيفاش كيحس بها من الجانب ديالو هو، أنها نعمة من عند الله نقدك من واحد البلاصة اللي كانت هلكاك و يعني وما عطيكش واحد القيمة، فإذا بك من جيتي لهنايا لقيتي يعني داك الشيء اللي كان ناقصك، ولكن في نفس الوقت كتفقد داك الشيء اللي كنت انت عايش فيه مزيان، الارض ديالك، الوطن ديالك، الناس اللي كتعاشرهم عارفين فاهمينك ساجمين معاك حاسين بيك، يعني ما كتلقاش ديك الصعوبة ديال أن كيفاش غنفكر، كيفاش غادي نواجه، كيفاش غادي نشرح، كيفاش غادي نتكلم، كيفاش غنعبر، سير، لأن يعني الإنسان ما كيخرج من بلادو خصو يتبدل، خصو يبدل السيرة ديالو، المنهج ديالو، الطريقة ديالو، باش كان تعيش، وإلا ما غتناسبوش في الحياة الغربة، راه ما يقدرش يحتفظ على داك الشيء ديالو، واخا هو بعد النواة تيتظاهر، غير كيتظاهر.
امام الناس بانه راه باقي هو هو، ولكن اللي راه في الحقيقه راه صدماته اشياء داخل سكناته، امور جديده في الحياه ديالو اللي فرضت عليه انه يتعلق بها باش يعيش في هذا المجتمع، باش ينسجم معه، باش يتاقلم، وباش ما يحس بالغربه. هل واحد يبغي يظهر نفسه بانه متفتح متحضر، عاد الناس هذا تيوري لهم بانه راه انه راه فاق وعاق وتحاد بعينيه، هذا باش يخرج عليه التهمه ديال الانسان الغريب او مهاجر. هذا هو المشكل اللي كنطيحو فيه، ولكني الله سبحانه وتعالى ما بغاكش تغير الحياة ديالك. أنا كتجي لعندو كما أنت، ما تحتاج تغير لا اللغة ديالك ولا العقلية ديالك ولا الفهمة ديالك ولا الأوصاف ديالك ولا حتى شي حاجة. جي عند الله كما أنت، قلها أنا دا يا ربي كما خلقتني، هادشي اللي فيا انت راك عارفه، فانا فقط الامل ديالي انني نعيش في سلام وبرضاك، تعطيني امكانيات ومساعده منك من اجل باش نستمر في هذه الحياه الى ان ياتي الاجل، ومن بعد خليه الله يعمل الشغل ديالو يتصرف حسب ارادته. إرادة الله واسعة وكبيرة، ما عندهاش لا بداية ولا نهاية، ما غاديش تعرفها نهائيا، ما غاتفهمهاش. كيفاش غاتفهم الإرادة الله؟ هو في الوقت اللي كتوصل لك الأهداف اللي أنت طمحتي لها، وكذلك ملي كتحس بأنك منعتي راسك من واحد الأهداف خايبة كانت كتسناك وكتنتظرك، لولا كملت ديك الطريق ولولا بان تدخل الله سبحانه وتعالى منعك من الوصول لهذيك الاشياء الضاله، عاد من بعد كتفهم اراده الله، عاد تقول مع نفسك اش تيكون دابا، دابا وصلت لديك البلاصه كون راه اش وقع عليه واش وقع عليه واش وقع عليه. ولكن دائما الانسان يخلي البيبان مفتوحين مع الله سبحانه وتعالى. إيه الله ما تيطلبش منك لا مجهود جبار ولا تعمل الاشياء المستحيله ولا فوق الطاقه ديالك، عيش انسان درويش متواضع وما تخاف حتى من شي حاجه، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذاك الشيء معروف، هذاك الشيء مقيد لك، راه هيك تبقى دور 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 دور، تلقى الحاجه اللي كنت باغي راه غير حداك في جنبك وانت كتشوف فيها بعيد، تقول اوه مشيت دابا لهولندا ولا مشيت لطاليان ولا مشيت، وراه حن علي الله هو راه كاين الحل عندك تما، تلقى غير واحد من العائله ديالك قريب لك، الا سولتي ولا طلبتي يمكن يفتح لك البيبان وانت ما راضيش به، انت ما كتشوف بان اللي غادي يعاونك هو برا، انسان بعيد غريب عليك ما تعرفه ما يعرفك هو اللي غادي يعاونك. اما الانسان اللي معاك ومشارك معاك حتى الطعام تلقاه ما كترضاش تقول له بان راني محتاج وراني باغي ندير ونفعل وهادي، او تشاور معاه في شي مساله فكتجيك شويه قاصحه. علاش؟ عفات النفس والكبرياء يعني والنفخه، يعني كتسمح لكش انك تتواضع وتحضر راسك. داكشي اللي كنتي غادي تعملو في الخارج مع الناس غرباء اللي ما كيعرفوك بوالو، علاش ما تعملوش مع الناس اللي معاك اللي كانوا عايشين معاك ودايرين بيك وحاسين بيك؟ تعامل معاهم مزيان يتعاونوا معاك. علاش؟ حتى تخرج من مرة وتجي للهجرة وهادي عادة كتولي متواضع وكتولي بانك تحسن الناس يعني
كيجيني شي امور ما كتفهمهاش بهذا الوقت، تقول كيفاش انا نوصل لهذه الدرجه نطيح نفسي بهذا المقدار، وانا كنت في بلاصتي قبل ما نجي لهنا معزز مكرم، فقط خصك كان عليك تزيد تكافح في هذيك البلاصه اللي انت عايش فيها. انت دابا سمحتي في هذيك البلاصه ديالك، جا واحد خداها لك بلاصتك، صافي تمتع بها، خففتي نقصتي عليه الهموم والمشاكل في الوطن ديالك، وزدتي هم ومشاكل في اوطان اخرى الغريبه، اوه الدنيا غاده. ولكني جينا نرجعوا للواقع، حنا كنشوفوا غير الارزاق شنو مكتب لك الله في الحياه. اذا كنت غتوصل لواحد الحاجه راه غيوصلها لك، راه يفتح لك البيبان، غتجي كلشي ساهل، حتى ما تبقاش تثق في راسك تقول كيفاش انا ما يمكنش انا وصلت لهاد الامور بهذه السهوله بهذه الطريقه كاع، ما يمكنش. وانا اللي كنت نتصورها صعيبه ومشاكل ومن المستحيلات وهذه، واذا بي انا وصلت لها. حتى تولي الانسان ما تيقش في نفسه، ما كيتلذذش وما كيتعامش هذيك الوضعيه اللي ولا فيها، هو كيولي بخير ولاباس عليه وحال عليه الله وفتح عليه البيبان وهذه وهذه، وما شعرش بهذه الوضعيه هذه، كون انه ما تيقش في نفسه بانه وصل، وتبقى دائما تيزيد يسعى للقدام ويزيد يطمح. هو راه عنده كل شيء في يديه، خصو غير يقنع، خصو غير يقول يا ربي شكرا لك والحمد لله. وإذا به هو مازال طامع في الحياة، أو سباريات يقولوا له بها أنا راه في بلجيكا راه حياة زوينة، أه جمع الأوراق وخطب من هنا وجمع من هنا وهذه باش يمشي لبلجيكا، تيمشي لبلجيكا تيحن عليه الله، عاوتاني تيقولوا له راه الحياة اللي في هولندا راه أحسن من هنا، وهي غادا والإنسان ما عارف راسو حتى فين غايشي، حتى بلاصة ما كتعجبو في الدنيا، ما قانعش. بحال انه ما راضيش باراده الله، ما متقبلش الوضعيه ديالو، لانه ما قابلش داكشي اللي يبغى له الله. لذلك يكون التصرف ديالو تصرف تافه، غير ما عنده حتى شي معنى. فيما رشدوه يعني فيما كان شي بلاصه فيها الطمع وفيها مال الدنيا تيمشي لها، هو كتبقى دائما طول الحياة ديالو، تيقضي بقية الحياة ديالو تيقضيها هكا في عدم الاستقرار الروحي وذاتي، يعني الذات ديالو كتلقاها في واحد البلاصة والعقل ديالو في جهة أخرى، ما عايش ما جمعهمش في نفس الجسد ديالو. بقى هو راه خدام وعقلو تيفكر في شي حاجه في بلادو، وقتاش غيمشي لها وقتاش غادي يجمع وقتاش غيوصل وقتاش، يعني كيبقى عليه كل شيء، وهكا ما تيأديش حتى العمل ديالو اللي تعطى له، حتى الخدمه اللي هي وكلوه ما كيأديهاش كما يجب، لأن الجسد ديالو منفصل منقسم، كل حاجه فيه في جهه، قصد في البلاد والعقل في البلاد والروح في جهه اخرى، يعني الافكار ديالو متشتته تافه، ما جمعش الافكار ديالو على واحد الهدف معين، وهو استقرار، استقرار نفسي، حس بنفسه انها مستقره راضية بالوضعية ثابتة وغير متخوفة من المداخل التدخلات ديال الحياة والصراعات اللي كاينة اللي دارها به اللي جامعاه، تكون مطمئن، فقط الهدف ديالو الوحيد هو انه يعيش بسلام اطمئنان صافي، كيمشي لبلاد الناس عاد يولي كيفكر في حياته في الوطن ديالو. علاش ما تفكرش في الوطن ديالك؟ ما كتكون في الوطن ديالك قبل ما تخرج منه،
تتعامل بديك الطريقه اللي كتفكر فيها ملي كتجي لهنا لبرا. علاش حتى تخرج لبرا عاد يولي المغرب مزيان؟ الله يا ودي ما كرهتش دابا نكون او اي واحد يتكلم لك على المغرب بصوره خايبه تدور فيه وتتقلق معاه يعني عاد تولي عندك عليه الغيره و... علاش ما تكونش عندك هاد الغيره وهاد المحبه وهاد الاهتمام ملي كتكون في بلادك؟ كتكون عادين في بلادك انت كتمثل بلدان اخرى عاوتاني، كتولي كتحس براسك بانك ماشي مغربي، ماشي في البلاد، انت راك جاي من الخارج، راه الناس كيشوفوا فيك بانك انك تحفه كبيره في هذا العالم، قيمه ودرجه عليا. ومن بعد كتجي هنا عاوتاني للخارج وكترجع لنفس الوضعيه ديالك، وهذا هو المشكل اللي كنعيشوا فيه الناس الغرباء المهاجرين. وما نحقيش نتكلم على جميع المهاجرين كلهم الا على جانب واحد اللي كيخصني انا، هو الجاليه المغربيه، لان كون انا بلادي كنعرفها وكتعرفني، فنحقي انني نتكلم على فقط على هذا الجانب هذا. اما كاين شي ناس غرباء مهاجرين من دول اخرى كتخبطوش في هاد المشاكل اللي كنتخبطو فيها حنا المغاربه. حنا المغاربه واخا كنثورو واخا كنكفرو وكن غير كنجيو شي كنبداو الحياه ديالنا في شي بلاد بعيده على بلادنا، عاد كنوليو نحسو بحال انه تزرع معنا القلب، عاد تنولي نقولو شتي شكون لقيت في بلادي، شتي شكون عملت، كون كنصوت غير شي خديمه صغيره وهادي، وغنجلس حدا ولادي حدا بابي خوتي صحابي. هذا هو المشكل اللي تنفضحهم. واما الناس المهاجرين الاخرين يعني انا ما كنعرفهمش كلهم، كنلقى على حسب الصدف اللي جرات هنايا كنلقاهم الهم الشاغل ديالهم الواحد هو انهم يلقاو شي عمل اللي يسمح لهم يعيشوا به ويعيشوا به احبابهم اللي في بلادهم. ما تهموش يمشي لعندهم، راه يصيفط لهم الفلوس يكفي، الا صيفط لهم الفلوس والمصاريف ديال الشهريه ديالهم صافي، تعيش مرتاح، تبقى مهتم غير بالحياه ديالو الشخصيه، ما تفكرش فاش غادي يمشي ولا ما غيمشيش. شحال من واحد تلقاه هنا عنده 20 عام 30 عام يعني ما مشاش لبلادو، ولكن كيعاون الشباب ديالو والاسره ديالو. الحمد لله كاين وسائل اخرى كبيره كتنوب علينا حنايا، من جملتها الشيء ديالك الا بغيت ترسل الفلوس، باغي تتكلم مع شي ناس او تشوفهم في الفيديوهات، يعني الحمد لله ربي تعالى خفف علينا واحد المتاعب كبيره اللي كانت قبل ما الانسان ما كيخرج من بلاده صافي تيغبر، كتغبر الاخبار ديالو الاثار ديالو ما تيبقاش. ما دابا الحمد لله فين ما مشى الاحباب ديالو والاسره ديالو متبع الاخبار ديالو في كل بلاصه، هو كذلك متبع الاخبار ديال الاسره ديالو فين ما مشى او فين ما كان. الحمد لله اصبحت عندنا وسائل اللي نحمدوا عليها الله، هذه غير هذه نحمدوا عليها الله اكثر، انه سمح لنا باش نبقاو نتكلموا مع الاسره ديالنا ولو من بعيد. والحمد لله كتحس واحد كتفاجئ عليك، كتحس بواحد الطمئنان ملي كتشوف مثلا الا عندك شي ولد او مراتك او خوك ولا باك ولا امك، وكيبانوا لك في الهاتف ديالك وانت كتهضر معاهم وجه لوجه، كانك معاهم كانك حاضر معاهم، كتحس بهم انك قراب منك، شيء جميل يعني اللي تجي تشوف. ما كتصوروش العقل، ما كناش كنتصوروا في البال بانها هادشي غنوصلو له باذن. يعني انا كنتكلم على التجربه ديالي، انسان مسن يعني كبير ديت وجبت في الحياه، وفي الوقت اللي كنت نفكر باش نخرج من بلادي بسبب يعني الامكانيات الضعيفه، ما عمرني انا فكرت بانني غادي يجي واحد الوقت اللي يسمح لي انني نتصل مع العائله ديالي عن طريق الهاتف والتواصل الاجتماعي وهاد القنوات اللي خرجوا وهاد يعني الوسائل اللي توفرات في هذه الحياة ما كناش كنحلموا بها نهائيا.
عندنا غير التليفون اللي كنهضروا فيه حنا، ما كانش عندنا تليفون في الدار، ما غير لاش تجي التليفون وهضرتي وجاوبتي شي واحد تجيك غرابه في الامر. فما بالك دابا اللي كتشوفه وكتهضر معاه ويضحك له ويضحك لك وتسولو ويسولك ويحس بك ويتحس بيه، واخا من المسافه اللي بينك وبينه. هذه راه من جمله معجزات الله سبحانه وتعالى، وهذه إرادة الله اللي هي دخلات باش عطات حكمة لهاد العلماء اللي وصلوا لهاد الدرجة هذه باش يخلقوا من العلم ومن الثقافة اللي عطى الله سبحانه وتعالى، باش الناس تسهل عليهم الطريقة ديال المواصلة. وده شيء يعني صالح للعام، شيء يعني كينفع الجميع. هذاك اللي اخترع مثلا التليفون باش الناس تهضر مع بعضياتها، راه فعلا كان الهدف ديالو ماشي هو انه يعاون الناس ولا يرشد الناس ولا يساعدهم على باش يتصلوا باش يهضروا بعضياتهم، لا، هو كان عنده غرض هو انه يربح الفلوس بانه يوصل لواحد الشهره وباش يكسب واحد المال صافي. ولكن هما ما كانش فاهم بان راه في نفس الوقت غادي يعاون الناس، في نفس الوقت غادي يفتح المجال لعدة الناس اللي في عواه بانها ما تخسر فلوس في النقل باش تجي تقول لك راني بخير وعلى خير. يكفي انها تهز التليفون تهضر معاك وتقول لك راه كل شيء غادي مزيان ولا راه شي مشكله وقعت، كيجيك الجواب بسرعه يعني سير بلاص بلاصتو. هادشي ما كناش كنحلموا به ولا كنفكروا به، سبحان الله. ولذلك الحمد لله خصنا نشكروه، نشوفوا الاشياء المزايا، نشوفوا الايجابيات اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. علاش نفكروا غير علاش انا مغرب، علاش انا بعيد، علاش انا هادشي يعني داخل في الارزاق ديالك، يعني الله رزقك الحياه بهالطريقه هذه اذا كانت فعلا من إرادة الله فخصك تحمد عليها الله وتشكر زيد. أما إلا كنت ما راضيش بإرادة الله فتمرد، إلا تمرد تعرف راه المسؤولية غتوقع عليك أنت، أنت هو المسؤول، أنت هو الضحية الأولى. إلا تقبلتي إرادة الله راه غادي كل شيء غادي يكون مزيان، كل شيء غادي ونطلبوا الله تعالى أنه يفتح لنا بيبان لجميع البشر كيف ما بغى يكون النوع ديالو، يعني الديانة ديالو والجنسية ديالو هذي كتبقى أمور شخصية ديالو براسه، بينو وبين علاقة الله مع الله، الله اللي عارفه النوايا ديال كل واحد. المهم هو أن الإنسان تتعامل مع المعاملة طيبة وتبين له بأن مازال الخير في الدنيا وغادي يكون غير خير إن شاء الله في الحياة.